في حلقة نور الناس الكل، رجعنا لكم من جديد حتى لنص النهار مواصلين معاكم رحلتنا في البرمجة الخاصة. ان غو ميرسي للناس اللي اختاروا لي فريكونس نتاعنا اللي يسمعوا فينا زادة من خارج تونس على efm.tn على ذمتكم 31 380 1000. نذكركم نمرو تليفون تنجموا تكلمونا تتفاعلوا معنا وتخليونا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك راديو efm. لقيت هذايا تعمل دورة تشوف شفما اخبار في الانستغرام، تشوف شكون نزيد لشكون وشكون انفولو شكون. هذوكم الكل تلقاهم تو سويت في انستغرام مع شيماء. صباح النور. صباح النور رجع مره اخرى. فما انفولو نبداو بيه؟ فما لا ما نبداوش بيه. تفضل. نبدا بالخبر الاولاني اللي دار البارح برشا، اللي هو بخصوص الناشطه في المجتمع المدني ريم عبد النظر. بازركم شفتوا طبعا الفازه اللي عملتها، معناها مشيت قدمت بالخطبه لصديقها وهزت له بوكي دو فلور، مشيت لدارهم وطلبت يده. دونك الحاجه اللي زدت هبطت كانوا هي هبطت شركه فيها تصويره بليتو، شركه فيها اسم كريم. العبيد ربطت الحديث قالت اللي هو كادوري. دونك خاطر تحب تربط الحديث العبيد فوالا، خاطر هي عامله الخدمه معاه في الحمله نتاع الحمله التطوعيه اللي قام بها. دونك هو هبط ستوري قال انا كريم الغربي كادوريم، لا اصلي لا عائلتي لا عقليتي لا تربيتي لا شخصيتي تخليني نحكي ونجاوب على اسئله تخص مرا. انا عندي امي ربي فضل هيلي واخواتي البنات، وان شاء الله يولي عندي بنات وما نخلي حد يمسهم بربع كلمه ولا يمسهم في شرفهم ولا عرضهم. هذيك علاش ما نحكيش على ولية، انا كي نحب امراه نخطبها انا وعائلتي، وكي نطلقوا نتقعد بيناتنا العشره والقدر. هكا تربيت وكل واحد حر في حياته الشخصيه، خيرت نسكت اما خوفي على تاويلات وهتك الاعراض في عائلتي لازمني باش نحكي. اولويتي اليوم نعاون بلادي، ناس قاعده تموت، ناس مش خالطه على الخبز، باللي نقدر باش نعاونها الباقي الكل متاهات تونس مستحقتنا الكل. الله اكبر الله اكبر. ليش ديما عنده مشكله؟ تحسوا كتب بيسر في الموضوع. ما حبش يحكي راهو هذا كله بتحفظ معناتها واختصار معناتها ديما يستغل الحكايه باش يقول هو انا قاعد نعاون في بلادي وقاعد نموت ولطف علينا ان شاء الله ديما لاباس. معناتها كان ما نحبوش نجاوبوا ما نجاوبوش، كان نحبوا نجاوبوا بايجاز ما هم كلمتين لا مش انا. انا شفت اخلاقه في الكليبات اللي عملهم الحق في الراب، شفت اخلاق عظيمه والله يعطيه الصحة. الأخلاق اللي كتبهم الكل داير ريتهم في ريتهم في الكليب اللي يحكي عليه. سبحان الله لعبت تتبدل يا لي لعبت تتغير وتغيب. ايه بالرسمي معناتها نجم نكونوا بعد مراجعات، معناتها هذاك كان وقت وتعدى. مش كتب لك ستوري تشوف ما يحبش يحكي في عرض الناس. وشفت القصة العربي اللي صار انت تو، معناتها فما حتى ادنى تقدير معناتها للسيد المنشط اللي قاعد يحكي مول البرنامج، ما فما حتى معناتها باهي شيء موكي فما حتى مشكل. دونك اكد اللي ماهوش هو فينا المو خلاصة القول باهي حاجه وارتحنا منه حاجه وفهمناها بليتو. دونك لا ما خاطر فما وابل من الستوريات اللي باش يجي من بعد، معناتها الموجه هذيك في صوره ما تضح اللي هو الشخص المعني بالامر. دونك في توضيح في ستوري من اللي هبطهم. دونك في فيه هو مش في الاخبار شكوك نتاع العبيد وكاو الناس كلها زيتها غاديك اللي يعرفوا اللي كانت مقربه منه معناتها في بيريود ما في حمله دونك اللي قاموا بها. فالعبيد قالوا بالك شي هكايا ودو بريفيرونس معناتها على حسب المخ التونسي بتبيعه في ربطانه الاحداث يقول لك باش تجينا ايام مزهره وباش يعاود مره اخرى معناتها وشوفوا جيت واحد اخر وطلوع وهبوط وادغال وبراري وجو هذاك الكل. ولكن شفتوه يضر الناس الكل معناتها البوست اللي هبط وشفتوا ستوري اللي هبط نتاع انت ليه؟ انا شفت كل الميمز والستاتيو اللي العباد تفرلك بهم، اما الحكايه بعد فهمت انا. ما مصدومه منها معناها ليه؟ مانيش مصدومه، انا مصدومه. شو تفذليك محلي فما دي ستاتيو يضحكوا، انا اصلا هبط حاجات تضحك. اما في اطار العباد تقول نحبوا نحاربوا المجتمع الذكوري والمناصف، ما عادش بيه مشات تخطب اذا كان هي اكيد متفاهمه هي والعبد اللي معاه اوكي، خاطر ما تجيش هكاك ما نتصوريش. اما ما عادش بيه يقول لك اخطب لبنتك وما تخطبش لولدك، راه هي مشات خطبت عبد تحبه. انا راه محلاها الصعب بالعكس. سي الناس بدرة طيب انا بدي راها معناتها ميسالش خاطر ماهيش قران معناها باش نقول احنا ما يجيش هذا في هذاك، وزوز يحبوا بعضهم معناتها هي قررت باش تمشي. ولو انه نحسها معناتها من غير بدون سابق انذار معناتها، خاطر حتى لاكوي معناتها نتاع الناس ديجا ما نظنهمش قارين حساب. مستحيل معناتها ما نظنش كان مبرمجين وباش يخرجوا لها الفاميليا معناتها بلبس الدار كيما هكاك، معناتها مش احتقار لذاتهم بيان سور معناتها ما نحكي لك
غرقت يا خليته خليته وحده بدا يحفر بدا يحفر لا لا مانيش نحفر نحكي لك ما انا هي عايش بيه انا معاها انا معاها يا اخي كيما الراجل يجيب شي يخطب الطفله يقولها باش نجي نخطب تصور هي قالت له باش نجي لا بالعكس انت تقول مش محضره ساعه ما تنجمش تحكم هكاك خاطر بالعكس سمعت باش مش اون علاكت سبونتاني اكثر كونه نتصرفوا كاينه معناتها ما في بالناش باش نخرجوا مبدلين حاضرين نتاع والله نعم ما حكيتش يعني من باب الاحتكاك كيما انا بيدي نبدا معناتها بحوايج الدار ويدق علي الباب لا اراك الله مكروه هذا هو ما نحكي لك ساعه ما تحلش الباب خير سورتو قايله كيما نعرف انا لا يفتح الباب لا من الباب من برا شكون ما هي لحظه يا من احيان نص ساعه اخرى معناتها لحظه تبدا بعيد لحظه سينو لا تتصور معناتها تتحط في السيتويشن هذي انا والله مشكلتي لو مع الخطبه لا مع شكون مشى لا شكون جاء معليش معناها انت كي صورت روحك هيك شنو تستنى في الاخر معناها تاول العباد اللي قالت يحكيوا في الكلام الخايب تي سير باش يسبوك تي حاجه واضحه طبعا تي انت عامله الحكايه هذيك الكل باش العباد تحكي عليك في الاخر ما هكا ولا خلينا نتبهنس احنا على بعض هذا اللي في لي حاج نبي اخطب بقره اخطب جدع قال الاخر اعمل اللي يحب هذيك امورك انا بالنسبه لي انا مع الحريه المطلقه في كل شيء ولا داعي باش ادخل في الديتاي اما بالنسبه لي انا ذا يتصور روحك معناها انت عرضه مانك عرضه للسبين الواحد مادام اكسبوزيت حياتك الشخصيه تحب تحترم روحك والعباد ما تكلمكش واحد اخر حاضر معنا لهنا راه يهم ياسر في الموضوع مع وقتاش مشيت له بالضبط حمو حمو نعم تفضل يا سيدي تفضل تفضل صباح النور المبادرة اللي صارت معناتها ماش تقيبه منهم حتى انت والله حيرته مرتين تاو مسكين ويعلم بيه ربي يخدم جمعة كاملة يجينا في حالة ياخذ غميضة هنا وبعد يقصد ربي معناتها في حال سبيله يزاول نشاطه اليومي الفازة كونه الطفلة هي اللي عملت لو برومي با وهي اللي مشيت للدار وهزت الخاتم والبوكي وكذا والله تعبير على الحب ما يرتبطش معناها بالجندر نجم يكون طلب من لازم نتعديه المرحلة هذه أما هي ما نعرفش أنا ما نحبش ندخل في الحرية الشخصية متاع العباد نحس معناها فما نلوجوا على البوز أكثر من في عايشين في يرحم فمك في قرن البوز نحن هذا هو أنا ما معناها رأيي شخصي رأيي شخصي اللي الحب ما يرتبطش المبادرة بالحب ما ترتبطش بشخص ما معناها بيا شكون يمشي ماهيش حكر معناتها على جنس على ما معناتها متنجم تكون من كلا الطرفين عادية جدا جوست العباد اللي تفاعلت معناتها قاعدين نشوف في دي بوست وفي دي ستاتيو معناتها يقتلوا بالضحك ولا الشعب التونسي ان شاء الله ما يتسرعش ويحبل هو عطيه بركه فما هكا ناس معناتها مقتتفين مهم فما التصويره اللي مهبطينها هذيك يظهر لي امير في بيتي زوجتي كوبل من الارجنتين يظهر لي حاجه هكا مصورين معناتها الرجل هو اللي كرش قدامه ومرته وراه معناتها انا ملي صغيرك كرش قدامك تعدل الخبر اللي بعده شنو الخبر وخيلة شي هز مالا يحمد عقبي فضل الأخبار اللي بعده بخصوص حملة التنمر اللي قامت على أسامة الملولي بعد ما احتل المرتبة 20 فما برشة تنمروا عليه يخلي بليل الميساوي كان هاب التدوينة قال بليد لا تحترم أسامة الملولي اللي لعب 6 أولمبيات وهز 3 ميداليات لا تحترم أيمن عبد النور اللي لعب في أقوى البطولات وتلقى صحافي معناها سب الصحافيين لهنا يتشري قال بلفين فرانك يبربش له على حياته زاد كيف كيف قال لا تحترم حاتم الترابلسي اللي خلى شتر أندية أوروبا تجري وراه لا تقدر يوسف المساكني اللي فرحها في جيم في الكوب دافريك لا تعطي حق طارق ذيب اللي هز الكرة قال بشوية بشوية الدور جاي على أيوب الحفناوي وقال بليد كره وسخ وحقد وفشل بليد فقيرة تعشق الهم تعشق الحزن تفسخ الفرحة وتحاول تمحي الإنجازات بتاع الأبطال والأساطير جاعتنا كفين هو ماني أفرد هذا رأيو بون عبر عليه على خاطر بالحق زيدا فما في برشا صحيح الكلام اللي يتقال معناها في برشا صحيح حسن عرفتها هكالي لهنا فما حاجة خايبة شوية هي في النفسية متاع التونسي معناتها والطريقة متاع التعامل متاعه وتحس معناتها كي يخرج عبد معناها ويبدأ ناجح ويبدأ
مثلا اتليت بروفيسيونيل ويعمل ان اكسبلوا تحسها حتى كالفرحه هذيك نكسروها من بعد تحسها كلي مش فرحه بالرسمي من القلب خاطر كي تشوف معناتها الراي العام وين كان ماشي معناتها ونقولوا احنا الاحتفالات اللي صارت معناتها واللي بوست اللي يهبط وكذا وكذا متاع خاطر ما نجموش معناتها نكونوا في الكونتر سونس متاع النجاح هذاك ولكن في الباطن متاعه مع أول إخفاق مع أول فشل مع أول معناتها نقولوا احنا هكا درديعة شوية تخرج على المسار شوية نشوفوا العكس تماما ما فهمش هكال السوتيان متاع عادي والمرة هذه ما جبناهاش المرة الجاية بقدرة ربي خير وما هو عمل وكان وعمده إكسبلوا وجاب وكذا وهو الستوريك متاعه ليه طول نمشيه في التنمر طول نمشيه معناتها يوم الخايب زيدا ما عندوش حتى معنى سامحني نحترم رايو اللي هو اصلا نورمال ما يجب ما تحبش انت تتنمر على السبورتيف هو ما يجيش يقول زيدا الصحفيين يتشريوا ب 2000 ذي دو حاجه سامحني هو اكثر شويه من 2000 وحاجه اي نورمال ما وحاجه اخرى كل متنمر راهو يتنمروا عليه الحمله اللي صارت لاسامه الملولي انا جو سوي سور اي سيرتين اذا كان هو ما تنمرش على الحفنوي في لي كومونتير وفي تصريحاته ما كان الجمله باش يصيروا الحاجه هذه خاطر العبيد راهي تنمرت عليه مش على خاطر هو فشل فديجا فشل هو قبل معناها ماهيش اول مره اما وكان قداش من مره معناها ما ياخذش دي ميداي والعبيد تدعمه والناس كل كانت تحبه كل شيء دونك الحمله اللي صارت راهي صارت على خاطر هو فما شويه اخلاقيات كانت هابطه شويه من بطل وكل شيء حاجه اخرى فما برشا عبيد دعمته وقالت مش مشكل هو صحيح قريب يغرق معناها جاي في المرتبه العشرة مش مشكل ما سي با لا فان دو موند وكان بسيشيكمون مش حاضر كما قال هو بيسكو هو راهو بيرسوناج بوبليك راهو التنمر جاي للاوباما وكلينتون وما نعرفش ما نتصورش هو ياسر بسيشيكمون هش للي كيمشي شويه تفليك هو مش المشكله معناتها مش خاف على نفسيته العقليه اللي نحبوا ديما نهبطوا البطل في تونس معناها نحبوا ديما العبد اللي عنا عقليه معناها فما في معناها في البلدان المتقدمه الفاشل نحبوا نوصلوا يولي معناها ناجح في تونس الناجح ديما نقولوا على لي بوين فيبل نتاعو باش نطيحوا مش ديما فما ابطال هنا ندعموا فيهم حتى كي تبدا تتفرج مثلا تبع في الكوره مثلا تلقى جورني جوار عمل ليكسبلوا وماركا وكذا تلقى لي بوست نتاعو بارتو تلقاهم لعبه تحكي عليه الجورني اللي من بعدها ساعات حتى ثلاثة ايام من بعد ما عادش معناتها تروح في نهار ومعناتها تشوف في اللي كومنتير وفي اللي ميمز وفي هذوكم الكل معناتها تقول غريبه كيفاش هو بيدو معناتها هذايا ثلاثة ايام التالي تصرفوا معاه هكا وسيتي ان ايدول معناتها والعباد الكل معناتها تشجع فيه واقفه معاه وبالكلام الباهي وحتى معناتها توصل العباد تعمل في فيديو مونتاج وتضيع من وقتها وكذا وكذا ومن بعدها تلقى لو كونتر سونس معناتها حاجه ما تتفهم شويه اسكو احنا عندنا مشكله مع لي ايدول نتاعنا خاطر معناتها ينوزو معناتها surpassé في نيفو معين اما قاعدتك الرونكون صغيره خاطر احنا ما نجمناش نعملوا مثلا الاكسبلو هذاك دونك في الاخفاق نتاع الاخر وقتها يظهر الكوتيل خايب والا ما مشنية الفينومين اللي صاير بالضبط صديقنا نعمان المره الجايه بقدره ربي يكون حاضر معنا يفسر لنا بالضبط النفسيه نتاع التونسي في النقطه هذه نعطيك كلمه ليث ونرجع لك حمام عايشك بالله جوست عايش كنا انا عايش كنا لا قلت عايش كنا وصبر معنا خاطر نعرف ما عندوش شوارة ما عايشكش بالله جوست قبل ما يكمل يحكي على الصحفيين بالفي ساعة ذي في العالم اجمع رامي ديما يتمنيكوا على الكورجية وعلى السبورتيف وذوكم ديما صاير ما اما حاجه بركه بلي هو مش كان عنده برنامج يشد واحد يبدا يفتق فيه من بعضه ويجيب له في دوسيات ومش البارح عثرت في سبات مرتك وانت ماشي بتركض معناها توا يحكي هو اون ديري شوك النيفو عاد اللي كان هو يعمل فيه في الاعلام وكلمات الاعلاميه يحرف يعارك في العباد اللي هما جوست هكا يفدلكوا فيسبوك ما عنده ما يعمل وشعب عادي معناها ليه عادي جد معناها انت ديجا شوف انت ديجا البرودوير والله انا كان يعرضني من عرش شوين نفرش انا في التليف زعما كان يعرضني من عرش فانا ايميسيون يشد عبد كيما الباباراتي هذاك هذا ما في غير يشد واحد يقشطلو هكاك تلقى فنان مثلا اوليو ما يحكي معها للبالماريس نتاعو ولا اش عنده في الفيتور نتاعو يقعد كيما قلت انت هي الروبريك معناتها الكومبوزيشن نتاع الروبريك كانت في السونس هذاك معناتها نجم يكون الانترفيو ماشي مع نوف الورتاني مثلا في ريتم معين هو عنده كالوجي هذاك انفورماسيون نتاع على اساس فما ديسكوب وفما كذا في التنبير شويه في الانتيميداسيون في الستاتيو اللي كتبها فما غلطة قال اللي طارق ذياب هز كرة ذهبية لفريقية
كما جورج ويا. جورج ويا هز الكره الذهبيه العالميه الوحيد لهذا مي هو قال طارق ديف هز بالون دور دافريك مي ما تحطوش مع جورج ويا خاطر جورج ويا هو الجور الوحيد الافريكان اللي هز البالون دور مونديال مشكور احمد الرخله ما عداهش بربي حاجه بركه في الشيء اللي قالوا اسامه المللولي وقت سوا في الكومونتير سوا وقت في الانترفونسيون نتاعو لهنا في اف ام تفرجت فيها قال معناتها سيح فما برشا لوجيك وقت اللي حكى على معناتها كيفاش انه الحفناوي تخلى على الدراسه نتاعو بمقابل انه معناتها يلعب في الجوز اولمبيك في العمر هذاك على خاطر يقول لك نتاع اضعف ليمان خذ الباك فهمتني من بعد امشي مارس معناتها الهوايه نتاعك معناتها قال فيو اللي ما فماش تاثير في البلاد فيو معناتها اللي ما فما حتى شيء وتزيد انت تتخلى على القرايه نتاعك معناتها حتى نيفو سكولير ما فماش وتضحي به فهذا قال لي هو ريسك كبير ينجم يرجع ينجم يكمل كما قلت انت معناتها مازال عنده العمر المستقبل قدام وينجم معناتها يكمل حتى القرايه نتاعو اون باراليل توا تمشي على خاطر نقولوا احنا تحط على الفوا الصحيحه معناتها في الباركور سبورتيف نتاعو دونك لهنا اون بو ريبوندر معناتها في اي وقت معناتها حتى كان كبير في العمر راهو ماهيش ما تنساش زاد راجح راهو لي سبور ما فيه عمر معين معناتها في انترفال معين كيف ما نقولوا احنا نتاع نتاع سبورتيف تاع الهوايه ما تنساش احنا زاد جواراتنا قبل راهو قبل كي نحكي لك لي زاني 60 ويهدر وكان يكور ويخدم في بنك وكان يكور وعنده معناتها اختصاص وفهمت على خاطر عمره معناتها مش في فوت الاربعين في الفوتبول باش يلقى زاد الريتريت قاعده تمشي عليه عنده خدمه معناتها عنده حاجه اخرين ديبلوم خدمته حق الريتريت ما هلي كور فلوس وتوتار معناتها كورجي نتاع توا اما الحفناوي راهو دخل في حاجه بروفيسيونيل مش ماشي هوايه راه الراجل دخل في مهنه معناها ينجم هذيك تدخل له فلوس وزيد القرايه ماهيش كل شيء والباك ما عنده حتى علاقه في المستقبل في تونس اللي هو قالوا على الاقل خذ ديبلوم ديبلوم تحت راسك لا هو لازم منه معناتها البارك ينجم معناتها لي زاتليت في العالم الكل معناتها تنجم هذه وهذه تمشي اون باراليل ما يتخلفوش هي صحيح خدمة وتجيب فلوس ومعناتها تكون هواية وتولي خدمة وتولي معناتها تنجم بعد تريني دي زاتليت وتخرج دي زاتليت أخرين نمسي بعد ولكن فما حاجة معناتها ماذا بينا نعديوها حتى الأجيال القادمة معناتها خايب كونه تقرر باش تخلي الباركور متاع الدراسة متاعك وتمشي معناتها في الفوا الأخرى أكهو سونسونيك معناتها النجم نمشي مع بعض فما حتى مشكلة تعدى الخبر اللي من بعده لله الخبر اللي من بعد يجينا من مصر اللي هو بخصوص عمرو دياب نعرفوا اللي عمرو دياب كان على علاقة مع الفنانة دينا شربين لو 7/7/2021 أعلنوا الطلاق متاعهم دونك كي عرسوا ما قالوا حتى شيء مي لو 7/7/2021 الطلاق متاعهم معناه خرج عن طريق مصادر إعلامية في مصر توا باش مش من المحكمة لا لا يطلقوا في العلم في مصر دونك توا دينا شربيني في البريود هذيا قامت شريت فيلا المجاورة لعمرو دياب نعرفوا واستفزته خاطر العبيد هذي شنيا اللي قالوا معناها لاحظوا المقيمين في جوارهم انه دينا شربيني كل يوم تحط اغاني المهرجانات على الاخر بصوت عالي بجنب الفيلا اللي فيها عمرو دياب واحنا نعرفوا اللي عمرو دياب كونتخ المهرجانات معناها كونتخ الاغنيه هذيك كل يوم قال لك في الليل تستفز فيه حقرفك يا عمرو هكيكا بالضبط ماني برشا علقوا على الكومنتريت برشا علقوا ماني على الحاجة اللي عملتها دينا قالوا كيفاش عيب نورمال ما تحترم العبيد اللي دايره بيها والكل ما هي كانت مواصلة وكيف كيفها مدبرمة مدبرمة شتيل موم دبرمة شريد فيلا شتي في قمة الدبريسيون ربي يلطف بها مسكينة والله أعلم معناتها الأزمة قاعدة اللي تتعدى بها دينا شربيني معناتها بالك شي نوع من الثيرابي المعمول بها في البلد الشقيق مصر معناتها يحطوا المهرجانات باش تعرف اللي ديما فما ما اخيب ما فهمتش شيء من الحكايه ما فهمتش شنو تحط له مهرجانات وما يحبش مهرجانات عاودوني هذاك انت كنت لهي في التليفون لا ما فهمتش معناها مهرجانات الاغنيه نتاع الستيب نتاع موسيقى الشعبيه نقولوا احنا اللي في مصر اسمها المهرجان وعمرو دياب اللي هذاك ليه يا ودي ما تعرفش عمرو دياب من اصل وانت ليه فايتك يجي ثلاثة اربع حلقات هكاك انت من الحياه
يودي اكثر يبيعوا على هكا قال من الفنانين قبيله اكثر فنان عربي عنده عنده تسبب في في العالم هي ذكر يمشي ويصغار هذاك مش عاودوني يعني هذاك عاودوني يمشي ويصغار وانت تشوف عمرو دياب شو القماره معاه يمشي ويصغار كي رغب عليه مطلوب التدخل فورا معنا تحمو كان فما إستوريك في الفن في الفن المصري كان صحيح تخاتيني حتى الفن المصري جبل زيدا ما هوش أتليت وقفتم كلثوم يزي فيه, فيه البركة كمان للانست أخبار اليوم ولا مازال خبير لي جوست خنقول حمد لله على سلامة الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بعد ما كملت معنا شهر كامل وهي في السبيتار وتعادت بأزمة صحية خرجت البارح كيف كيف زيدا نقوله نتمنيه شفاء العاجل للممثل القادره ريم الزريبي اللي كانت تعرضت لحادث مرور البارح دونك ان شاء الله ان شاء الله لاباس والحمد لله على السلامه ميرسي بوكو لك انت هذه الاستخبار سينو سيسر ويحكم يا جماعه الناس الكل في الطرقات وحيده وحيده في الكياس ما نجريوش نوسعوا بالنا مع بعضنا بقدره ربي نعرفوا لي ساعات سخان وسيركولاسيون والعباد تبدا مزروبه شويه ما بقدره ربي بقدره ربي الامور كل تتعدى لاباس فينا الناس الكل تا وتتعدى الناس الكل تا وتخلط الناس الكل تا وتبحر الناس الكل تا وتروح ما فماش علاش نزربوا فماش علاش نجريوا في الكياس وبقدره ربي توصلوا بخير مازلنا مكملين معاكم احنا حتى النص نهار ولا يزي حتى يزي حتى توفير والله نكملوا النص نهار بلي خلينا نكملوا النص نهار يلا معكم حتى النص نهار ذكركم 31380000 على ذمتكم الباج فيسبوك راديو اي اف ام كيف كيف ترتاحوا بالموسيقى ونرجع لكم في ساعتنا الثالثه من البرمجه الخاصه